ياسر الأخ والصديق الأمين الإقليمي للحزب على مستوى الإقليم مكناس، الإخوة الأمناء المحليين، الإخوة والأخوات منتخبي الحزب بإقليم مكناس، الإخوة والأخوات مناضلي الحزب بهذا الإقليم العزيز. خيرنا به مؤتمرنا الإقليمي هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الفقيه أيوب أيوب الربيعي فليتفضل مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار